مولود الجدي رح تخيم على بداية هيدا الشهر الشمسي الجديد أجواء إيجابية ناشطة مع انتقال الشمس لبرجك لتنضم لكوكب بلوتو يلي بيشكل مثلث فلكي مع كوكب الحظ يلي هو كوكب المشتري ببرج ثور يلي بترافقك تأثيراته الإيجابية لحتى شهر أيار مايو 2024 بتخليك الرقم الأصعب بهالمعادلة الفلكية. رح تلاحظ سرعة تطور الأحداث لصالحك، الأمور عم تمشي مثل ما أنت بدك. بداية وجود القمر بدلو يومي السبت والأحد يعني بالبيت الثاني بيت المال والمكاسب والأرباح، حاول أنك تخفف من مصروفك. في أنت من الأشخاص المعروفين بأنك مشهور بالاقتصاد والتوفير وأنك الأقل صرفاً بين الأبراج الترابية، حاول أنك تضبط أمورك وفترة بتحمل لك الكثير من الأعباء على كتفك، حاول أنك تخفف من بعضها وتوازن بين مدخولك ومصروفك. بينتقل الأمر للحوت يومي الاثنين والثلاثة، ما يعني إنه عنا أجواء فيها تفاؤل لكل شيء جديد، تتعاطى بإيجابية مع كل شيء بحيط فيه وبنوصل لمرحلة عالية من الازدهار. في سفر، في لقاء، أنت متفائل، إرادتك صلبة بتهزم كل المواجهات، الساحة خالية من كل الصعوبات، في عندك انتصارات كبيرة. من جديد بترجع العاصفة الفلكية مع وصول القمر للحمل يلي بشكل مربع فلكي مع برجك بين الأربعاء والجمعة، بتتراجع نسبة الأرباح وأنت بتكره القروض والمساعدات، منشان هيك فترة بتخيب لك أملك، ما تجازف باستقرار حياتك. ثلاثة أيام صعبين بيحملوا لك قلق ومفاجآت، تكون حذر، ممنوع الإهمال والتقصير بالمذاكرة بالواجبات الأكاديمية، وحاول أنه ما تخلق لحالك عداوات من مشي، وانتبه من خيبات الأمل والتراجع النفسي والمعنوي. عاطفياً عم بتعيش شغف كبير بهالأسبوع العائلي بامتياز، بتحصد خلاله تعاطف الكتار معك لسيما الشريك والأولاد والأهل تحت تأثير كوكب الحب من برج العقرب يلي بيخليك تملك قدرة كبيرة على التحرك مثل ما بتريد. أما العازب عنده ظروف حالية بتدفعه لإعادة النظر بوضعه، ممكن ياخد قرار مصيري كخطوبة أو زواج.